ورجعنا لكم مرة أخرى، وبرحب بضيفي المؤرخ الزملكاوي الجميل مصطفى الفخراني. ازيك يا درش؟ اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا اهلا بيك بك، عايزينك استاذ تعلي صوتك اوكي. ومنتظر اسمعك وجايب لنا ايه النهارده. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمه، ايا كان ماتش تحصيل حاصل مش بيفرق، يمكن يفرق في مركز للزمالك او كده، ولكن الموضوع حسم بالكونفدراليه لنادي الزمالك، والاهلي حسم الدوري النهارده بهزيمه او هزيمه مفاجاه لبيراميدز من سيراميكا. طب دلوقتي احنا دايما بنتكلم على ان اجواء مباراه القمه لازم يبقى فيها تركيز. لو رحت اي استوديو تحليلي في اي بلد في العالم عندهم كلاسيكو عايزين نتكلم في فنيات، الناس كلها بتبقى مبسوطه بالماتش زي ده، والناس كلها منتظرين ماتش زي ده. ولكن احنا اجواء الزمالك دايما قبل مباريات القمه تلاقي معلش يا جماعه احنا لازم نركز، بس احنا في عزل حصل لرئيس نادي الزمالك فمالكوش دعوه وركزوا. ده قائد المسيره حصل له مشكله بعد ما كان لم موضوع الحجز على الاموال وتصرف، قدر يتصرف وقدرنا نحل مشكله، بنلاقي مشكله تانية. انا مش بوجد اعذار ولكن بتكلم على الاجواء اللي فيها تركيز. اخبار متناثره كتير عن ايقاف القيد، ايقاف قيد بسبب شيكابالا ولشبونه وثلاث فترات، وبينزل يقول لك خلاص الجواب جه، هو الزمالك هيتوقف، يعني الاعلام نازل الزمالك هيتوقف. ده ما يخرجش عن التركيز، ماشي. اخبار عن امام عاشور ومصطفى فتحي ان هم اللعيبه بتاعتنا اللي المفروض هم خرجوا والزمالك اقرب لاسترجاعهم، يعني اذا كان ما وفقوش في الاحتراف فالزمالك اقرب لاسترجاعهم، برضه مفاوضات مع النادي المنافس اللي احنا هنلعبه كمان يومين ثلاثه. طيب احنا بنحاول يعني نوفر اجواء عشان خاطر يطلع مباراه، نتكلم دايما بره الملعب في مشاكل غير فنيات، احنا عايزين نتكلم فنيات، ولكن احنا برضه بنلاقي مثلا كهربا هيلعب ولا لا؟ هيلعب، ما توقفش. طب حكام اجانب ولا لا؟ مصريين. مصريين، يعني احنا طلبنا حكام اجانب؟ لا. نفذ القانون ووقف كهربا؟ لا. طيب حضرتك يعني طب العزل ده هنعمل فيه ايه؟ انا بيقول لك لازم حضرتك دلوقتي يعني هنركز في الاربع خمس ست مصايب دول ازاي؟ والله العظيم ما باجي الزمالك كيرفو طالع واحنا مش بس بتكلم على ان انت عايزين اجواء رياضيه. انا جمهور الزمالك بيعاني معاناه، يعني يا جماعه لو تاخدوا بالكم السوشيال ميديا تعبانه، الناس بتكلمني تعبانين نفسيا. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني احنا هنحس ان احنا بناخد نفس، واحنا يعني ايه؟ وعلى فكره دي متكرره، يعني انا فاكر مثلا يوم ماتش الترجي المصيري هناك اتحبس رئيس النادي. صحيح. او طلع قرار بحبسه. قبل الماتشات الحساسه كان يوميها. حتى حصل اول مره التأجيل كان 24 ساعه في مفاجاه بتاعت العزل، يعني حصل تأجيل للنطق بالحكم كان 24 ساعة، فكانت سريعة قوي. كنت منتظر شهر مثلا كالعادة، يعني لقيتها 24 ساعة وراح نزل قرار. نهاية أفريقيا مثلا تم رحيل المجلس بالكامل، فاكر؟ فاهم نهاية أفريقيا؟ نهاية أفريقيا. طب أنت دلوقتي عارف اللي هو المشهد بتاع محمد هنيدي و اسمه دوت في عسكر في المعسكر. قال له هي اسمها ايه ماتت؟ قال له عشيه ما حصل مش عارف ايه، وكمان مات لما الجامع سقف الجامع وقع عليه مش عارف ايه، عمتك اتحرقت، نفس الموضوع. اصل لسه عشيه سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه، يعني احنا الفريق كامل مشي، فريق كامل من الزمالك مشي، فاحنا طلعنا صف تاني مشي منه اتنين واتنين بسبب الحجوزات الماليه احترفوا، ماشي. ما دلوقتي الاسماعيلي قعد 10 سنين يسحب منه فريق بالكامل فبيصارع الهبوط. احنا كويس ان احنا عايشين، يعني الزمالك اتسحب منه فريق في سنتين. يعني فريق كامل بالاحتياطي في سنتين. فالاسماعيلي لما تفكك ما تفككش مره واحده، قعد 10 سنين. يعني من لو تاخد بالك من 2005 ل 2015 او 2014 كان السوليه. فهو على المراحل بدا السوليه ومتولي كان اخر اثنين تقريبا من الاسماعيلي، اتفكك واحده واحده ومع ذلك ما قدرش يقاوم. عندك فكره برضو حته مثلا المقصه عمل فرقه وطلع، كل دي احصائيات لازم الناس تركز فيها، عمل فرقه جامده جدا وخد الوصيف. تفتكر؟ صح. 2016 2017 على ما اعتقد. كان عندهم خد قدام ما قدروش يستحملوا بقى، لانه فريق ما عندوش عراقه وما عندوش قاعده كبيره من الناشئين ولا قدر يعمل احلال وتبديل. احمد الشيخ احسن لاعب، ميدو جابر، عمرو بركات، حسين الشحات، اسمه دوت هشام محمد. كل ده ورا بعض ورا بعض ما قدرش يستحمل. برضه احسن لاعب احسن لاعب احسن فرقه اخترقت، ده احسن لاعب تخ 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 في 3 4 سنين ما قدرش.
هبط. فالفكره دي بتاعت الاختراق فلوس بالظبط، مفيش فلوس. وبعدين انا المقصه مش هيقدر يستحمل، يعني الاسماعيلي استحمل 9 سنين، المقصه ما استحملش 3 4 سنين، الزمالك دلوقتي بيحاول يقاوم وعامل فريق الامل، هنستحمل يعني لغايه امتى؟ فهي المشكله في ان انت ليه المفاوضات في الوقت ده قبل ماتش القمه تطلع تطلع تطلع، ده فلان قعد مع فلان وفلان قعد مع فلان وبعت خلاص ونادي ميت لاند مش عارف ايه، وان كنت اشك في الموضوع. بس معلش ما اختلف معاك شويه. اتفضل. انا مالي بامام عاشور؟ ايه؟ انا مالي؟ طب ما انا بدعم دلوقتي وانا اقرب ان انا اتفاوض عن انه يرجع لي، ان انا هو طلع مني دلوقتي، انا دلوقتي لو اقدر ارجع. انا مش عايز اتكلم في امام الا لما يحصل اعلان رسمي. اه. لان انا برضو عايز اتكلم في فكره لاعب مصر على الاحتراف سافر ربع ساعه ورجع. طيب انا دلوقتي يعني انا هل انا مطالب هو مين اولى اخد 3 مليون وارجع ارجعه ب 4 مليون بعديها بربع ساعه؟ هل تعلم؟ لا مش ب 4 مليون، هو يعتبر واخد اعاره. المفروض نتفاوض على اقل من 3. ازاي يعني؟ طلع 6 شهور اعاره ببلاش؟ ايه؟ هو طلع 6 شهور اعاره، انا اعتبر ان هو طلع 6 شهور اعاره لميت لاند. لا هو مش دعوه بالاصابه. لا لا طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ هو ازاي انا راجل دفعت 3 مليون دولار واديت اللاعب 500,000 دولار في ايديه؟ طيب دلوقتي يبقى هو دلوقتي عشان ما يطلعش خسران هنبيعه بكام؟ اقل واجب 4.5. مين اللي هيدفع 4.5 مليون دولار؟ او 4. لا مش 4، ما في او ارجع فلوسي في ان انا عرفت المنتاليتي مثلا. المنتاليتي هرجع فلوسي. ماشي ماشي هرجع فلوسي واخد في فلوس وسيط وممكن نسبه من اعاده بيع او كده. يبقى في الاخر انا محتاج 5 مليون دولار. طب وكهرباء؟ هل تعلم ان امام عاشور نفس مركز كهرباء اصلا؟ قبل ما هو جوكر بيلعب بكرات ويلعب هاف ديفندر وكده. مش دي مشكلتي. لا مش مشكلتي يعني كهربا دلوقتي ما اتدفعتش ليه الغرامه بتاعته عشان اروح ادفع؟ يعني كهربا مش هيعمل مشكله لما يلاقي انه جايبين امام عاشور ب 4 5 مليون دولار؟ برضو انا في القصه كهربا دي كانت خناقه، لاعب هرب واحنا عايزين فلوسنا. امام عاشور لم يصبح لاعبا في نادي الزمالك. امام عاشور بقى يروح الاهلي ميتلاند يبيعه ما يبيعوش. هنا السؤال كمان، سيبك بقى من الزمالك، هنا السؤال هو اللاعب نفسه، اللاعب نفسه، وانا عندي معلومات هبقولها بعدين بس مش دلوقتي، اللاعب نفسه مش اختار الاهلي؟ لا هو في حاجه اسمها الحق الادبي للزمالك برضه، انه المفروض اول ما يفشل في الاحتراف اول نادي يفكر فيه الزمالك. ماليش دعوه، انا في النهايه عندي لعيب عايز يروح نادي هيروح خلاص. مظبوط. موضوع انا يعني انت شوف زيزو شايل جميل الزمالك ان هو كان هيفقد فتره قيد في نادي، ولما رجع قال لك جميل الزمالك ان هو اظهر. ما لازم تقول انت كنت لاعب عامل ازاي والزمالك وصلك للمنتخب. كل ده مش مهم. مش مهم. لا انا بصراحه انا دايما ده اسمه امام على عيله امام. يعني هو يعني انا هسالك سؤال معلش مع احترامي، يعني فرجاني كان اساسي وامام كان احتياطي. مظبوط. وبعد كده امام جه مكان فرجاني. طارق حامد كان هو اللي شايل فرقه في نص الملعب. طارق مشي وخد الدوري مع الاتحاد جده. في لعيبه مهمه جدا جدا مشيت في الفرقه من الفرقه. طبيعي. بسن معين عايزين تامين مستقبل بتاع احترام لده. في كواليس كده ما نقدرش نحكيها، بس في النهايه انا شايف ان الزمالك اهم من اي لاعب. خلاص. ما الزمالك اهم من اي لاعب، بس انا بتكلم على ان اللاعب اولويه حب الجماهير ده بكام؟ فرجاني ساسي بيقول لك لو انا ماشي الفلوس فرق، لكن لو تساوت الفلوس فرجاني ساسي هيفضل الزمالك. لو تساوت الفلوس. تمام. نرجع تاني عندك ايه؟ طيب احنا عندنا دلوقتي برضو احصائية كده جميلة كان المفروض بس ما لحقوش يجهزوها عن اسرع هدف في 5 لاعبين زملكاوية حققوا كل الارقام القياسية في اسرع هدف. اسرع هدف في الدوري حتى الان مسجل باسم كابتن ايمن يونس 11 ثانية. تمام. اسرع هدف في كاس امم افريقيا كان في ايمن منصور في الجابون، ايمن منصور بعد 21 ثانية 94. اسرع هدف في دولي في العالم كل المنتخبات هاتريك عبد الحميد بسيوني في ناميبيا في 117 ثانية 3 أهداف. تمام. في 117 يعني أقل من دقيقتين. أسرع هدف في الشامبيونز الأفريقي كان باسم مصطفى شلبي لسه جايبه في المريخ في الثانية ال 12. وأسرع هدف في الكونفدرالية باسم أحمد عيد بس كان مع حرس طبعا في الثانية ال10. في الكونفدراليه. فهو في كل لعيبه الزمالك يعني لعيبه الزمالك كل لعيبه دي كلها انتماءاتها زملكاويه حققت اسرع هدف واسرع هاتريك في كل المسابقات مع المنتخب ومع الفرق. دي النقطه احصائيه كان المفروض اعمل لها انفوجرافيك دوت بس ما لحقناش معلش الوقت ما اسعفناش. تمام. الحته بقى لازم نرجع حته فنيه برضو. انا كنت بسمعك مع كابتن احمد عبد الحليم وبنتكلم على تطور اللاعبين. وانت كنت بتقول المفروض احنا كنا بنقول في لعيبه كتير المفروض تمشي ولكن طلعت الصفقه الاساسيه هو اوسوريو اللي هو انقذ الموسم وبدا يعيد اكتشاف
بعد الأزمة بتاعت فيريرا كابتن أسامة نبيه فيريرا والأزمة اللي حصلت ديت، اللعيبة المفروض ان هم عارفين ان هم رايحين ماتش بطولة خاصة، والماتش المفروض يكون رغم كل الظروف اللي انا قلتها دي يكونوا اكثر هدوءا، لان مفيش حد الماتش مش على حاجه، لا الاهلي هينزل مشحون ولا الزمالك ينزل مشحون. انا شايف ان هم يلعبوا ماتش للامتاع، اتمنى ان هم يمتعوا الجمهور وينزل يعني قدم اوراق اعتمادك. في لعيبه كتير كمان مش لاقيه ما لعبتش ديربي قبل كده. يعني احنا في لعيبه كتير دلوقتي ماتش السوبر احنا ما لعبناهوش، ففي لعيبه كتير هتلاقي مثلا عمرو السيسي ما لعبش، الزناري ما لعبش اعتقد. كنت اتمنى مصطفى شلبي كان هيأدي ماتش حلو قوي، بس وبرضه في محاولات مع دونجا. ابراهيم الضاي ما لعبش. في محاولات مع دونجا. ابراهيم الضاي تقريبا نزل اخر 10 دقايق في ماتش لوسيل واخر 10 دقايق في ماتش الاهلي. بالظبط، ما كانش لسه ما لعبش 90 دقيقة. لكن اول مرة يكون هو اساسي وهيبتدي بقى. ان شاء الله يعني. طب دلوقتي احنا دلوقتي لما نقول ان ال 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 دكة الزمالك، المفروض ان دكة الزمالك فيها لازم يبقى فيها تقل، وده ما حدش خد باله منه، ان مثلا النادي الاهلي لما كنت اتكلمت في الحلقه اللي فاتت جبت هنا اهوت الترانسفير ماركت عامل قيمه تسويقيه لكل فرق الدوري، نزلتها كلها. فكل فرق الدوري كان الاهلي 30 مليون يورو والزمالك 22، مع ان الزمالك الاهلي 33 والزمالك 22، مع ان الزمالك في 2020 و2021 لما كان في بن شرقي وطارق وكده كان وصل 30 وكسور. هنا شرحت بقى ان مفيش اعلى قيمه تسويقيه في اللاعبين زيزو مثلا. في مصر كلها في الدوري المصري، فما تلاقيش مثلا لاعب في الاهلي وصل ل 3.5 مليون. زيزو معدل 5، وده بيحطوا المينيمم على فكره، بيحطوا يعني زيزو لو قيمته 5 بيتباع ب 7 و8. فكان هو عندهم ديانج اللي هو 3.5 ده بس، ومعلول سنه كبر، فبع السن بيقل سعره طبعا، يعني 33 سنه غير 29 و28، فبيقل سعره رغم ان هو لعيب كبير. فهتلاقي ان الاهلي عنده 20 لاعب من 1.5 مليون ل 2 مليون دولار قيمتهم، ولكن كلهم في زون زي ما احنا بنقول كده، في زون من 70 ل 80%، لعيبه جيده ولكن لم تصل للعيب السوبر. هتلاقي في الزمالك 4-5 سوبر بس ما عندوش دك. اللي نفع الاهلي برضو في من بعد قرارات الكورونا، الفيفا نزلت 5 لاعبين تغييرات، الاهلي بيغير نص فرقه اللي بره زي اللي جوه بالظبط، يمكن احسن. فده نفع كتير قوي خاصه في البطولات الافريقيه، التغييرات بدل 3 بقوا 5، الخمس لعيبه دي انت بتغير نص فرقه، فنص فرقه فيها نفس وبتاع، ده اللي مش عند الوداد ولا عند الرجاء ولا عند الزمالك ولا عند الترجي، انك تنزل 5 اكيد البودر زي ما قلت انا، الفلوس هي بقت اهم عامل يعني. اهم عامل، ما طبيعي الفلوس، بس انت جنب الفلوس لازم تمشي بارل او تمشي بالتوازي، في يبقى عندك قطاع بيقدر يصعد لك اللعيب الحته اللي ناقصه عندك. يعني انا عايز اقول لك حاجه ومرة واثنين وثلاثة، وأنا يعني أتمنى إن جمهور الزمالك يكون يثق في رؤيتي وعيني عن اللعيبة. في لاعب عندنا اسمه إيشو. رائع. تمام؟ رائع. إيشو ده من وجهة نظري أقسم بالله لو بيلعب في إمبي أو في المقاولين كنا هيقول لك 30 مليون. هو 2003. إحنا عندنا لعيب مهم جدا، لعيب مميز جدا، اسمه محمد حمدي. بيلعب في إمبي. الأندية بتتصارع عليه. إيشو كان بيلعب أساسي. يعني في المنتخب 2003. إيشو محتاج خبرة، محتاج ماتشات. الولد ده عنده ثقة في نفسه، لعيب أشول، لعيب مميز، لعيب هيفرق مع نادي الزمالك في السنين اللي جاية. طبعا والله العظيم ما بهزر. لا انا إيشو عجبني، وعبد الله محمد عجبني جدا. عبد الله لسه شويه محتاج ينزل، عمل صنع هدف اول ما نزل. طبعا هو لعيب كويس ومحتاج وقت، لكن قصدي احنا عندنا لعيبه كويسه. طب عايز اسالك سؤال. علي ياسر اللي هو راس حربه اللي هو 190 سم ده، اللي جاب جون بكعبه ده، بس اللي جاب جون بكعبه ده ولعب ماتشين، نزل الماتش اللي فات خامه طيبه، محتاجه ماتشات يعني. عندنا اسامه فيصل عدد هيكل الموضوع ده، عندنا اسامه فيصل يعني اسامه فيصل معار سنتين، ده اللاعب بتاعنا اهم حاجه الحرب الاساسي في المنتخب الاولمبي. حمدي علاء واسامه فيصل ومحمود علاء دول اهم ثلاثه. عندك احمد عيد، احمد عيد كويس جدا هيرجع المنتخب. وعنده خبرات على فكره، ان احمد عيد لعب مع كارتيرون كتير، ده لعب نهائي افريقيا وعندك ايضا حسام عبد المجيد، محمد طارق وحاتم سكر محتاج
اكتساب خبرات. انت بقى حسب الصفقات اللي هتجيبها هتشوف هتطلع مين اعارات تاني ياخدوا خبره. لو في لعيبه هترجع لك اعارات بالظبط. انا شايف ان عندك حمدي علاء، انا شايف ان ايشو بديل كويس وما يطلعش اعاره. يكمل ايشو وما يطلعش اعاره. لا لا ما يطلعش اعاره، ده لازم يلعب. طبعا ده لازم يلعب على طول. على فكره في بعض اللعيبه مواليد 2003 هيروحوا بلديه المحل، عشان تعرف احمد عبد الرؤوف كان مدرب 2003 وخد معاهم جمهوريه. صحيح، هو عارفهم. هو كان مع حسين ياسر ولا هو لا؟ كان ماسكهم قبل حسين ياسر. قبل حسين ياسر وخد بيهم بطوله الجمهوريه. فاهم؟ هو عنده لعيبه كتير عارفها. فهو ياخد ثلاث اربع لعيبه، اللعيبه دي تكتسب خبرات الدوري، يطلعوا اعاره، يروحوا بلديه المحله ويكتسبوا خبرات ويرجعوا للزمالك تاني. لازم يبقى لجنه الكوره، وانت حضرتك يعني اتمنى ان انت حتى لو الناس بتتكلم على مسميات، انت اكيد هتخدم الزمالك حتى لو انت لا 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 ما احنا خلاص ما فيش لجنه كوره دلوقتي، لكن احنا في او ما فيش بنتكلم وبنقول وبنتواصل مع بعض. انت هتعمل كلنا بنخدم النادي وبنحب بس لازم يبقى في ورقه عمل لمين طالع ومين داخل مدروسه. اكيد طبعا. انتوا اشطر ناس في الموضوع ده، انا مش هقدر اضيفها. نرجع لنقطه مهمه جدا، كان في نقاش امبارح ما بين كابتن ديودار احمد ديودار مع كابتن محمد جود. نقاش جميل قوي. كان في ريمونتادا مع ميدو. قال له احمد ديودار بيقول لكابتن جوده فين مبادئ النادي الاهلي لما انتوا تقولوا لاعب بيشتم وبتاع وانتوا بتتفاوضوا مع امام عاشور كده. قال له جمله غريبه جدا، قال له ده شان داخلي. وفي جمل كده بتطلع زي مثلا الاهلي مش طرف، تبقى في جمل كده محفوظه بتتردد. يعني مثلا كل الناس عارفه ان في كوبري اتعمل مثلا مع كهربا، في كوبري اتعمل مع فلان، في كوبري اتعمل مع بس دايما يقول لك الاهلي مش طرف. فدي كلمه محفوظه جدا برضو، دي ده شأن داخلي. قال له يعني ايه شأن؟ الجمله مش مفهومه، ايه شأن داخلي؟ يعني حضرتك لما جيت قلت احنا بتوع المبادئ، كنت بتقولها في الغرف المغلقه ولا بتقولها علنا؟ انتوا بتغيروا مننا عشان ما عندكوش المبادئ اللي احنا تأسسنا عليها، كل الناس بتحقد عشان كذا كذا كذا. طب حضرتك ما تعلنهاش، قولها في الغرف المغلقه ما دام هي شأن داخلي. مبادئك تعملها كده، تعملها كده، تجيبها كده، تجيلها كده، دي بتاعتك. لكن الردود المحفوظه اصبحت شيء يعني وتلاقي انسان ديسنت كده وقاعد وتشعر انه هيقول كلام، وتلاقي جمله رنانه كده مش مفهومه. يعني ايه شأن داخلي؟ بص، هو من 3 4 سنين بعد قبل انشاء نادي بيراميدز في حاجات كده سقطت. كانت حاجات كده محفوظه سقطت، مش عايز اتكلم في التفاصيل بس ولكن مثلا هم قالوا على بيراميدز مع مرور الزمن انه بوظ السوق مثلا. انا هقول لك برضو حاجات تاريخيه برضو دي تدون كده. ان اول لعيب عدى النص مليون جنيه او وصل للنص مليون جنيه وعداها طبعا كابتن رضا عبد العال في السوق الانتقالات، كان 600,000 625,000 بالظبط. تمام. سنه 93 وكان رقم غير طبيعي. سنه 97 اول لعيب يصل للمليون كابتن 93 كابتن علي ماهر. بقول لك 97 بقى علي كابتن علي ماهر كان اول واحد يوصل، اول واحد يتحط فيه مليون جنيه سنه 97 في التاريخ، في تاريخ تاريخ السوق المصري. بعد كده وصلنا ل 2005 2006 في حاجات حصل في النص ما بين مليون ومليون ونص، بس مره واحده شفنا ال 11 مليون في اكوتي، كانوا 2 مليون دولار والدولار كان ب 5 جنيه ونص، هو اتباع ب 2 مليون دولار بالظبط، عشان كده قالوا 11 أكوتي. مليون اكوتي منساه اللي هو لعب ماتش اتصاب وما لعبش تاني. جاله صليبي. جاله صليبي. ده ال 11 مليون. الطفره بقى اللي حصلت بقى تلاقي مثلا 2018 صلاح محسن 43 مليون جنيه. وبعد كده حسين الشحات اللي هو رقم خزعبلي 5.5 مليون دولار. هو ده كان اغلى لاعب يجي من مصر. الخليج لمصر. مش من مصر للخليج. يعني هو هم اشتروه باربعه وباعوه بخمسه ونص. فدي ده السوق اللي حصل فيه طفرات. طب يبقى ما حدش يجي يقول ان لا احنا النهارده انت لو جبت امام باربعه مليون بالفلوس اللي هياخدها بالحاجات الموضوع دي. الموضوع هيعدي 4 مليون لو خد. إيه؟ انا بقول لك لازم يعدي 4 مليون. انا بقول لك مش هيخسر يعني. تمام. المهم يعني قصدي ارقام خزعبليه. تيجي تتكلم على حد جاي يعني مستثمر. انت تخيل بتبيع اهم لعيب عندك حمدي فتحي ب 3 مليون وبتجيب لعيب من اوروبا ب 4 مليون. يعني انت يعني فاهم قصدي؟ يعني انت ما تجيب بتبيع لعيب لقطر المفروض تبقى اغلى ما تجيب لعيب من اوروبا لمصر. صفحات النادي المنافس دايما بتتكلم على يا جماعه الموضوع مش موضوع مبادئ، الموضوع عندنا دلوقتي ازاي تكسر المنافس. في غرض اللي هو التحدي ما بين مرتضى منصور، فازاي انا اخد اللعيب ده الموضوع يا كابتن. هو عبد الله السعيد عمل عقده. افرح انت، افرح لفرقتك حاجه. والموضوع بقى اللي هو قاله باشمهندس علي القيعي
بدأت الكيد والغيظ يحكم كثيرا من الامور. دي جمله مقصوره يعني بيقول. هو قال كده؟ قال قبل كده الكيد والغيظ. كل ما احنا خدنا الدوري وبتاع لا طولت اول ولا ثاني كانوا بيغنوا ده، فطلع قال لك ان الموضوع الكيد والغيظ مش ده التشجيع. فقصه ان انا اخد لاعب لمجرد ان انا اركنه عندي ده اسوأ بكتير من هتافات جماهيريه عشان فرحانه بتاع وبيغيظوا بعض، ده طبيعي. فالكيد والغيظ دي بقت صعبه يعني، صعب عليهم جدا. فبدا يتكلم في النقطه ديت. طب انت حضرتك بيقول لك الصفحات كلها طبعا بتدغدغ مشاعر الجماهير وبتفهمهم يا جماعه اركنوا موضوع المبادئ. وناس مشهوره مش هقول اسامي يعني، مشهوره عند جمهور الاهلي يعني، ان انا ايه مبادئ ايه ده؟ اذا كان مبادئ هي مصلحه الاهلي، وحط تحتها بقى مليون خط، مصلحه الاهلي بتقول كده. وكابتن جوده قال لك معلش يا كابتن جوده، قال لك ده شان داخلي، جمله ما ملهاش اي معنى، جمل كده بتترمي كده عشان خاطر ايه الناس تكررها. مش بتترمي، بص، عندما يكون الشخص غير قادر على الرد او غير قادر على الحجه والدليل يعمل حاجتين، يا اما يشتم يا اما يطلع بكلام كلام خزعبلي كده كانه بعيد عن فكره الرد، ما انا مش قادر ارد. او هقول لك حاجه، كتير جدا وحط تحتيها 100,000 مكسوف يرد. مكسوف لا يرد. بس هو لا مكسوف دي يبقى عنده حياء بالظبط كده. فاكر هقول لك حاجه زي لذيذه قوي حصلت انا عملتها هنا في البرنامج. اما جه المستشار عادل الشرباجي قال لك لو الاهلي قدم استئناف عقوبه الكهرباء ايه؟ هنوقف العقوبه دلوقتي، هنوقف. فرحت انا جايب له الفيديو بتاعه ايام امام عاشور، الاستئناف لا يوقف العقوبه، فهو انا حطيتها له كده. فبقى المستشار عادل الشرباجي مش عارف يعمل ايه، فاتقال بقى للنادي الاهلي ارفع قضيه مدنيه. هنقول بقى مش هينفع ناخد القرار الا لما القضيه المدنيه، فاهم قصدي؟ بعد كده راح الكهرباء لعب، بعد كده النادي الاهلي بص اسمع بس الحته دي، النادي الاهلي ايه؟ سحب القضيه، مفيش قضيه دلوقتي خلاص. مستشار عادل الشرباجي اجتمع؟ لا ما اجتمعش. ليه؟ لا هو راجل محترم وعنده قيمه، فهو اتكسف زي ما انت قلت بالظبط. لكن في ناس اللي على صفحتك ما بيتكسفوش، ما عندهمش حياء. اول حاجه بيعملها بيشتم. ما هو اللي بيشتم ده ليه؟ بيشتم ده ما عندوش، ما بيعرفش يرد. طب ما هو مش عارف يرد هيشتمك. وتاني حاجه في بقى العكس. لا وفي حاجه تانيه العكس تماما، في واحد بيدخل بايات قرانيه ما تفهمش ليه، او احاديث. تلاقي واحد يجي كده ان جاءكم فاسق بنبأ، ايه يا عم انت ايه اللي دخل الموضوع ده؟ بص لا في حاجه تانيه. لا في حاجات تانيه كمان بتتقال وبتتقال كتير. انت هتقابل عيالك ازاي؟ هتقابل ربنا ازاي يوم ما تموت؟ ما دي جمل مقصوده. لا يعني فكره هتقابل ربنا ازاي يوم ما تموت، كان انا مثلا لو قلت ان الكره دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، او دافعت عن الزمالك، فازاي ربنا هيدخلني النار؟ وفي كلمه بتخض كلمه فتنه. لا انت بتخلق الفتنه والتعصب وهتجيب بورسعيد تاني. ايه؟ يعني هتعمل بورسعيد تاني. انت لمجرد ان انت بتتكلم في حق ربنا او بتتكلم غلط، تكرار الجمله دي كتير يعني. إيه؟ الجمله دي ما تبقاش فزاعه، عيب يعني. لا ما هو احنا عايزين الجماهير ترجع تاني. هي الفتنه والتعصب كل شوية لا تاتي جملة. خد بالك لا تاتي. لكن مثلا لو واحد راح حرق نادي الشرطه او كسر اتحاد الكوره، لا لا دي ما فيهاش، فاهم قصدي؟ او عمل يفط مسيئه. كابتن خالد مش انا قلت لك احصائيه تاريخيه عن كابتن جمال الغندور، كابتن عصام عبد المنعم، كابتن محمد معوض، عصام عبد الفتاح ولا عصام عبد الفتاح سوري وكابتن دول بيقولوا عليهم زملكاوي مش عايزينهم، ولا هتحط اسمهم حتى. ان هو كابتن محمد معروف اللي كلنا اشاد بيه ما تحطش اسمه ليه؟ العداله بالنسبه لي تحيز. اقول لك حاجه تانية كمان، ادم حكم عالمي، ادم حكم هيروح كاس العالم، ده محايد. عصام عبد الفتاح مشي من لجنه الاتحاد الافريقي، لجنه حكام في الاتحاد الافريقي ليه؟ اعتذر كابتن عصام عبد الفتاح لتوليه لجنة الحكام في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، تمام؟ وياخد فلوس كويسة واعتذر عن التواجد في لجنة حكام في الاتحاد الافريقي. كل الصفحات الاهلاوية وكأنها فرحة العمر، بل بعض من يعملوا داخل قناة النادي الاهلي بالبنط العريض فرحة. تم ايه؟ بص عزله، تم الاطاحة بيه، طرد عصام من عارف اللي هو ايه الجمل ايه؟ طب اللي هي تشفي غليل. انت عارف ماتابيلا ان الزمالك كاس خد دوري مرتين ورا بعض، ماتابيلا بتاع السوبر لغايه دلوقتي بيقول ان هو اتطرد من الاتحاد الافريقي واتحاكم ومش عارف ايه، وهو اساسا الازمه دي كلها في 2006. شوف الماتش 94 بعد قعد 12 سنه هم لزقوا دي في دي. يعني هو عمل واقعه في منتخب جنوب افريقيا مع مش عارف منتخب مين، عمل حاجه واقعه كده واتحاكم عليها في جنوب افريقيا، فقال لك ده اتحاكم بسبب ماتش السوبر اللي كسر فيه
كابتن حسين عبد اللطيف. باشا انا راجل بص دايما، تعالى نعمل مقارنات. كوفي كوجا اللي لغى هدفين للصفاقسي في 2006 في 2006 وبمايكل انرامو، فهتعمل مقارنتين. وايد محمد كوفي فضل. كوجا لا كويس ابن حلال. وايد محمد فضل اخر حاجه، وايد محمد فضل وكان ايد محمد فضل قصاد ايدي اخر حاجه دي اللي بتفتكر. معتز ابراهيم الليبي وبابلاك سيما اللي ما طردش حسين الشحات اللي شده من الفانيلا وجري وراه ووقع له البتاعه البتاع، فاهم قصدي؟ وما طردش عادي. طب الكرة بتاعت جنش اللي دخلت، هعمل بايدي زيك كده. الكرة بتاعت جنش اللي دخلت ويا قميص ازارو ده حكم مغرض ومش عارف ايه، وده مش مهني. لا دي حاجه ثانيه. ده في ماتش جنش كمان احنا لينا جون بتاع جون ابراهيم حسن، ابراهيم حسن. وتم الغاء وبداعي انها جت في الايد وهي ما جاتش في الايد. الصوره مكبرينها قوي، لو جبتها من الناحيه دي مش شرط تكون خارج. كل ده ايه؟ من غير فار. كل ده ما بالك بقى اما تيجي في ركبه بالفار في مهدي عبيد. ده مرتين. في مهدي عبيد في ركبه بالفار وتتحسب مع الرجاء ومع الاسماعيلي، وتتحسب ضربه جزاء وتكون سبب في صعود الاهلي. يعني الكره دي لان الماتش اللي هناك اعتقد كان 1-1 برضه، وهنا كان 2-1. يعني لولا ضربه الجزاء دي اللي احتسبت دي في الركبه. لكن هو دايما ايه، انت محمود عاشور، محمود عاشور لغى. محمود عاشور احسن حكم فار في مصر. اللي حط النقطه غلط وتم ايقافه، وكلاتنبرج قال لك لا يصلح، اللي هو تمام؟ أحسن لكن هدف حسين الشحات في السيراميكا او احمد عاطف اللي فات ده مع فيوتشر اللي باينه ان هو مغطي. بص اقول لا، الفار الاعلام صح. الاعلام الاعلام دايما دايما الاعلام اتربينا على ان اللي بيجامل الاهلي دي حاجه محبه، مش دي حاجه محبه، ما اسمهاش تحيز. فاي حد هيطالب بالعداله وانت هتجيب سوري بيقول لك مش عارف ايه. لما تيجي تخسر بطوله لازم يكون الاهلي وحش عشان انت مش حلو. مش حلو انت طبعا. مش كويس. او التحكيم مع الزمالك او زملكه الدوله او تثبتها او الدوري موجه او مخترق 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 او الدوري هيحسم بره الملعب. تثبتها ازاي؟ تثبتها ازاي؟ طب انت دلوقتي بطل افريقيا، ازاي انت وحش عشان الزمالك ياخد الدوري؟ يعني الزمالك خد الدوري من بطل افريقيا، فانت اكيد كويس قوي يعني. فازاي احنا بناخد دوري عشان انتوا وحشين؟ لا خد بالك. يعني انا مثلا طول معروف طبعا دوري ابطال افريقيا او اقوى من الكونفدراليه طبعا. فيجي يوم 2013 لما الاهلي ياخد الكونفدراليه، فيطلع كابتن سيد عبد يقول لك ايه، الكونفدراليه اقوى من دوري ابطال افريقيا. فانا لما اجي اقول مثلا البطوله العربيه اقوى من دوري ابطال افريقيا، فيتريقوا عليا ويبتدي يقول لك ما تقول بقى الكونفدراليه عشان هتلعبوا فيها، مع ان اول واحد قال هذا التصريح بعد ما فاز الاهلي بالكونفدراليه وكان على فريق انا مش فاكره لغايه دلوقتي، من ساحل عاج. كحاجه بالسين كده اسمه سيو سبورت. ايه؟ سيو سبورت. سيو سبورت انت سمعت عنه بعد كده؟ لا. هو ده كان لعب النهائي مع الاهلي. تمام؟ لا ده كده اما تيجي بقى تقول البطوله العربيه اللي فيها كريستيانو رونالدو، اللي فيها لا 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 اللي لا فيها كوليبالي بتاع السنغال، اللي فيها بنزيما، لا دي مش اقوى. لا لا لا. والبطوله الافريقيه اقوى. لا لا لا. اللي فيها سيمبا و لا لا سيبك من كل ده، انت ما لعبتش ليه في بطوله افريقيا وفضلت 4 سنين ما تلعبش بعد الانسحاب سنه؟ قال لك البطوله العربيه فيها جوائز ماليه. ايوه فيها مش عارف. طب ما دي جوائز ماليه 6.5 مليون. أيوة أيوة لا انت رايح البطوله وديه كده تبقى وديه ودي رسميه. احنا كنا بناخد افريقيا والاهلي ياخد الدوري. قال لك دي الاهم حاجه الدوري، انتوا فريق الاوهام. رجعنا احنا ناخد الدوري اخر سنتين، هم خدوا افريقيا. صحيح. لا خلينا يعني انا ايام 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 فريق الاحلام ده سنه 96 بس احنا خدنا بطوله افريقيا سوبر، خدنا السوبر الافريقي وخسرنا الدوري في اخر ماتش. فقال لك فريق الاوهام وخدت الاوهام وانا بطل افريقيا وبطل السوبر في ساعتها. لكن فريق بقى القوي هو اللي خد الدوري المصري. مين اللي بيوجه الناس ان دي اهم؟ الاعلام. الاعلام بيقول ان بطوله الدوري هي دي كريزه. لما انت تبتدي تاخد الدوري وهم ياخدوا افريقيا يقول لك لا 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 ده شغل محلي، خليكم انتوا تلعبوا معانا. صحيح. نورتنا ودايما ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله ونعمل ماتش حلو. اهم حاجه نستمتع يا جماعه ان شاء الله. احنا نلعب كوره حلوه، الكوره بتاعتنا وبلاش فزلكه. احنا الحمد لله جربنا 4-4-2 وركننا فتوح. يا ريت نبتدي صح ونبتدي زي العيال حافظين الطريقه وندخل باذن الله نعمل ماتش حلو باذن الله. نطلع لفاصل ونستقبل بعديها فقره النقد الرياضي، وهي الفقره الاخيره في حلقه برنامج زملكاوي مع الناقد الرياضي الكبير استاذ عبد الشافي صادق والاستاذ عمر الايوبي الاهرام، واليوم السابع في ضيافة زملكاوي.